قد ايه قلبي وجعني لما اخدوا مني ولدي يا عذرة ده انتي امي يعني دقت همي ودمعي خدي يا وجعي يا مراري يا إلهي طفي ناري مش بقول هاخد بطاري بس عدلك هو قصدي نفسي بنتي لما تخرج تيجي تاني بالسلامة وابقى مش خايفة عليها للمشاكل والمخاطر نفسي أي وشوش حزينة تلقى تاني لابتسامة نفسي للعشرة اللي بينا نبقى نعمل ألف خاطر مد إيدك يا رجايا ياللي بيك كل الحماية قول لهم إنك معايا أصلهم فاكرين بس حب كبير ما بينا افهموا ضلّه محبة زي ما هو رحمن وغافر قولوا للظالم كفاية ذنبهم ايه الضحايا والطحن تحت الرحايا يا إلهي فوت بيدي قولوا للظالم كفاية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون يا رب الحال في كل مكان يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا تهزلها يا رب ارحمنا واغفر لنا خطايانا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات يا رب اسمع مرقس عندكم في الإنجيل آية بتقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم يعني الرب في كل حتة الرب جوانا يا مرقس هنروح على فين يا شيخ حسن والله ما أنا عارف يا مرقس الظاهر إن قدرنا واحد الظاهر إن قدرنا واحد